طاح. واه يا هود بينك طاح يا برو. يلا لانزي ترى. البينك طايح. ثانكس دوت نت جيمرز كوميونيتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم فوره تحميده اي كي اي بيج بوي. اليوم 27 مايو 2022، ثم تابعوا في البينك طايح على ام تي اش ميديا تالنت هاب واي اف ام احلى غاديو. موعدنا كل نهار جمعه لقيت هذا من 9 حتى لل 11 نتاع الليل. برشا جو سسبانس يستنى فيكم اليوم مع التشكيله اللي حاضره معنا في البلاتو. ذكر اللي تنجموا تتابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا غاديو اي اف ام، تلقاونا كيف كيف على الباج فيسبوك ميديا تالنت هاب ام تي اش. تلقاونا زيدا على تويتش البينك طايح. الميسيون غيري مجعولة باش تلم الكوميونيتي تاع الجيمرز على النيوز الاكتواليتي والانترتينمنت زيدا كل جمعة. تيم جديد وضيوف جدد يرافقونا لمدة ساعتين من زمان. هير ان اور ايلز في البينك طايح. طاح طاح طاح. واه يا هو البينك طايح يا برو. انتم تسمعوا في البينك طايح مع فرة تحميدة على اي اف ام وام تي اش سبورت. البينك طايح وانتم تسمعوا في البينك طايح على اي اف ام وام تي اش. كالعادة نرحب بالتشكيلة اللي حاضرة معنا اليوم. باتاتا اهلا وسهلا بيك. فوفو شنحويلك صديقي؟ وبونجور. والله انا اخويا نتاقلموا ونتكيفوا مع المحيط وربي يستر. والدنيا غليت والقرايه صعيبه؟ ليه ليه الدنيا ما هي صعيبه، احنا ينصعبوها ينسهلوها بيدينا كل شيء. لبس لبس ان توكا هوني احنا باش نسهلوها الليله. البينك طايح بالكدي وعندنا بروغرام شارجي. دونك كما كنت نقول سامحوني، كريم عبيدي اي كي اي باتاتا جيمر انتربرونور اندي ديفلوبر و 3 دي ديزاينر. اليوم باش يكون عندنا ايبيزود سبيسيال باش نعملوا تحدي في لعبه فالورنت. سبق وحكينا عليها برشا في البلاتو هذا، وكانوا ضيوفنا متنوعين نا بلايرز برو بلايرز ستريمرز حتى دي كوتش ودي زورغانيزاتور ديفينمون. كانوا فيتو كان فيتوكم الحلقات هذو عليكم، كان ترجعوا على اي اف ام تي في على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ام تي اش. ما تنساوش باش تعطينا رايكم في اللي قاعدين نعملوا فيه وتقترحوا علينا علاش لي افكاركم باش نزيدوا نطوروا من الكونتينو نتاعنا ونزيدوا نكبروا ونقويوا الكوميونيتي نتاع الجيمينغ في تونس. واليوم نرجعوا لكم كيما قلنا مع فالورنت في تشالنج جديد باش يتنافسوا فيه اربعه ملاعبيه حاضرين هوني معنا في البلاتو باش يكونوا كاليسي. اهلا وسهلا بك مره اخرى. غدرتك والله، غدرتني مره اخرى بالكونتر. انا بهت عليك مش مشكل. شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس. بارفي بارفي. دونك كاليسي جيمر وستريمر، تلعب رول بلاي في جي تي اي، تلعب ليج اوف ليجندز، فالورنت، ماين كرافت. معنا زيد ريكسوس. شنحويلك؟ مرحبا بك مرة أخرى أخويا. وبيك أخويا. دونك كما كنت نقول ريكسوس جيمر وستريمر مختص في لعبة فالورنت لونيكس. عسلامة مرحبا. شنو الأمور؟ والله يعني رجعت لكم مرة أخرى. مرحبا بك أخويا في أي وقت، إن شاء الله نعاودوها مرات أخرى. درايسن أهلا وسهلا. شنحويلك؟ أنتوما لي دو شامبيون ها؟ أنتوما لي دو شامبيون تاع لي دو تشالنج اللي عملناهم. ما نخسرش أنا بقدرة ربي ديما رابح. دي ماري بحطوا نمشيو من بعد للتكهنات نتاعنا ونشوفوا انتم شكون تشجعوا وقولوا لنا انتم شكون باش يربح اليوم في البينك طايح. دونك لا تراح الساعه الاولى باش تكون كاليسي فيرسز ريكسوس. ديجا هاكم قابلين بعضكم. مرحبا جوك احلى. لا مش قلت باش نعملوا هدنه. قلت لهم باش نعملوا الساعه. انت ما قلتليش اللي جايب لي مع زوز شامبيونيت معليه. مش من الشامبيون من الشامبيون رمان هو مش انا من الشامبيون ما شامبيون سيزون يقعد معليه معايا زوز يخوفوا هو شامبيون وانا كارف فورم. لكن ما كنت نقول كاليسي versus كاليسي versus ريكسوس لونيكس versus درايزن. دونك زيد شويه كما قلت باش نتعرفوا على ضيوفنا اليوم في البينك تاعنا وندخلوا ديريكت في صلب الموضوع. تراح فالورنت بيست اوف 5 وانتم اعطيونا تكهناتكم كما كنت نقول، اعطيونا شكون تشجعوا، اعطيونا شكون باش يربح. تراح النار تستنى فينا الليله. برشا برشا هكا الكتريسيتي نحس فيها. ما الكتريسيتي باهي مش درايزن نحس فيه بدا يخاف ويرعش شويه. بون شامبيون باش نحالو تيتر شامبيون معاش نحالو something is cooking. شباب كان هذا بروغرامنا اليوم في البينك طايح على ام تي اش و اف ام احلى غاديو. نتعديو توت سويت للتشالنج. كما قلت اليوم في البينك تايح عنا حلقة خاصة باش تكون في شكل تورنوا صغير كما عودناكم. باش تشوفوا أجواء كبيرة إن شاء الله معنا هوني في البلاتو مع التشكيلة اللي حاضرة اليوم والكاستر نتاعنا كريم عبيدي كي اي باتاتا. دونك أتراح سخونة تستنى برجولة يعني. عنا كاستر جديد راه هوني راه عنا كاستر جديد. في بداية المسيرة نتاعو يسطر فيها. نبداو بالماتش الأول باش يكون ما بين كاليسي وريكسوس. كاليسي أهلا وسهلا بك مرة أخرى. شبيك
بيك قولي ايش بيك اشكي باش انا والله باش بيه امير شغلنا اغنيه حزينه باللي اغنيه حزينه بعد بيه بعد اتو نحكيو دونك نبداو بك انت على سيرين اي كي اي كاليسي 23 سنه ما كبرتش من الحلقه اللي فاتت كبرت 24 سنة كمان ما يلي مش شوية دونك تقرا دوزيام اني سيكل انجينيور ان توبوغرافي اي جيومتري تخرجت اليوم عاد ليه مش تخرج عم جي تخرج ماجور دو بروموسيون قلت لك ماجور دو بروموسيون وي تصفيقه بلي هذيك دونك انت جيمر وستريمر تلعب رول بلاي كيما قلت بكري في جي تي اي تلعب ليج اوف ليجندز زيدا فالورنت وماين كرافت ونلقاوك زيدا حاضره في تويتش باكثر من 5000 فولور وي ان شاء الله عم جي نكمل وباش نرجع بقد ربيع تويتش بارفي بارفي وتقريبا نحكيو على 1600 متابع في بدايتك في تروفو لكن تروفو صارت فيها مشكله الحمد لله صارت المشكله وقت اللي انا سيدي جا بطلت يعني بطلت ومن بعد صارت المشكله حتى نحكيو فيها حتى نحكيو فيها المشكله نتاع تروفو زيد شويه دونك كنت ضيفتنا قبل وحكينا على الباركور نتاعك انت ان طونك جيمر ان طونك ستريمر زيد ان طونك ستريمر وجيمر مراه وقت عملنا حلقه خاصه بالجيمرز والستريمرز نسي لك ميساج تو خلينا نعاودو نتعرف عليك بالك العبيد تحب تتعرف على الباركور نتاعك كيف يبدي غرامك بالجيمينج سيري بي غرامي بدا مع خويا دونك خويا اكبر مني دونك العاده نتابعو يلعبو كل شيء بعد هو اون فانت كونت بعد من الجيمينج وامانه كملت معاه يعني كملت بليتو خديت الريفالي اما حاجه فرحانه بها وحاجه نفعتني برشا في حياتي ومن وقتها كيفاه كان الباركور نتاعك سيرينا والله كان صعيب شويه لما حاله خاطر نتذكروا كمان نقولوا احنا 6 سنين التالي معناها نظره الطفله تلعب مش كيما توا ما سافا معناها جوج جاوبي جاوبك بي ما نقصوش المشاكل اللي حكينا عليها ما احنا في لا والله ما ماش نتعرض لهم صراحه شتاذا زعما كوميونيتي نتاعنا مش تتحسن جوابي الله اكسيلون هذا اللي نحبوا نسمعوا هذا اللي نحبوا نحكيوا عليه في البينك تايح اللي الكوميونيتي نتاع الجيمينج ما تزيدش تهبط الجيمينج مي بلوتو تطلع به الفوق برشا وهذا نحكيوا على برشا اخلاق وبرشا انجاجمون من عند جيمرز وستريمرز بي انت اليوم على شنو قاعده تخدم في ستريم تاعك والله انا وقفت ستريم ديرنييرمون ار بي نلعب في سيرفر جي تي اي ار بي اسمه ريدمش ستوري دونك اللي يحب يلعب ار بي ولا يحب يجي معنا مرحبا انا ديجا هيد ادمين غادي كنخدم فيه دونك عندنا باج انستغرام اسمها ريدمش ستوري تيك توك كيف كيف تلقاو غادي ديجا لين للديسكورد باش تدخلوا تعدي واتيس تجي معنا وعليه وقف ستريم وقف ستريم بحكم قرايتي صعبت عليه القرايه بالسيكل انجينيور دوزيام اني عم جاي نتخرج دونك قعدت نقرا بالكدي والحمد لله رب ان شاء الله بنجي فما ساعات لازم تطلع وساعات لازم تهبط اي هوني بفهم سؤال تطرح برشا في بلاتو البينك تاعها كيفاش نجم توفق ما بين كاريرك كجيمر ولا كستريمر والقرايه نتاعك باهي كاريري نحكي لك كنقرا وستريمر كنقرا وستريمر يبدا عندي اوقات معينه معناها فيكسيتهم هما بيدهم فيكس نستريمي فيهم وبالطبيعه منظمه وقت قرايتي فرد وقت اما تو بيسك ماش نستريمي كيف معناها كان ما عندي ما نعمل نلعب كان عندي ما نعمل ما نلعبش هذيك علاش ديجا بطلت ستريم بيريود الاخرى بيسك وقتي ولا وشنو تنصح انت لي ستوديون لي جون تو اللي ما بين البنين ما هوش عارف اسكو يكمل اللي ما بين البنين بلوتو انا مش نفيزي سبيسيالمون لجماعه الباك ردوا بالكم تغلطوا وتقول انا نلعب ونقص كومبليتمون معناها لازمك طيح وتهبط معني لازمك بالضبط كيفاش تدوز وقت تلعب وقت تقرا تلقى ليكيليبر فوالا افكتيفمون ونرجع لحكايه التروفو حكيت التروفو علاش صارت المشكله هي العرب تبانيو من مش العرب مش فاسال كيفاش تروفو فيها دي بروغرام مثلا احنا لا ماجوريتي نتاع توينس بويسك الفيورز نتاعهم لوريجين نتاعهم تونس معني عرب في الاورانج بروغرام بار كونتر كاين تونسي يتفرجوا فيك لا ماجوريتي مناش امريكا اسبانيا ولا اي بلاصه اخرى تلقاك في بروغرام اخر مشكله وين اللي احنا توينس راهو مش مشكله من العرب توينس لقاو الثغرة اللي نجموا يستغلوا فيها تروفو ولاو يعملوا في بلوزيور كونت يليكي بكونت ديجا كل كونت يليكي يربح فيه 150 يطلعوا يربح فيه 150 دولار بديع احنا توينسة في التحالي والله وتعرف انا فرحت لي تنحى اورانج بروغرام خاطر ولاو فما برشا عبيد توكسيك ولاو يعملوا في بوتيت لعبيد اخرين هما يستريمي ويحاولوا بشي طيحوهم بالسيف معني فهمت دونك تروفو شلقت بالوضعية ذي رات لعبيد كيفاش قاعدة تستغل في فلوس البلاتفورم بويسك هي كانت بيتا اوكي دونك كانت بيتا كانت تتفرق في الفلوس مش نورمال اي دونك باش تلم خلينا نقولوا الكوميونيتي باش تجبد العبيد ليها باش تنظف توا هي باش تنظف الكوميونيتي نتاعها افكتيفمون باش نحي ستريمرز اللي ماهمش قاعدين يستريميو دونك نحات اورانج بروغرام
اون كور دو باش تشوف العباد الاخرين المخلين بات جويتهم كيفين مش تحطهم ان شاء الله بركة. خدنا في برشا اصحابي بالحق تعبين في تروفو ان شاء الله يلقاو ثنية به وكا ان شاء الله يلقاو حقهم سيرتو ان شاء الله ما عبيد ما كرتش على عبيد اخرى خاطر مالوريزمون داك الشيء تسترزق. خلينا نفسروا العباد اللي تسمع فينا بالك ما عندهمش علاقه بالجيمينغ ولا حاجه, راه فهم عبيد تسترزق من الجيمينغ تسترزق من ستريمينغ, هذيك خدمتهم هذيك عيشتهم يجيبوا منها في الفلوس ويكونوا به لينكس. بون بالنسبه للموضوع تروفو راه فهم برشا عبيد كانوا يستريميو في النيمو كان تسمعوا بي وكي لقاو الثغره هذه مشيو للتروفو باش يستغلوا الثغره هذه ويربحوا اكثر فلوس خاطر ما لقاوش نفس الحاجه. شنو مسوين فاي هي فاي كيفاش هي فيو بوت معناها فما بروجرام يجيب لك بوتات عبيد ماهمش بالحق معناها يتفرجوا فيك ويطلع لك شي ماركي في الديفيو نمبر ديفيو فوالا دونك يولي يخلص عليهم هو هذاك هم عبيد مش بالحق دونك كي يشلقوا بهم معناها شافوا روحهم خسرين ما نتعدوا مش الحكايه. هذه كانت توينسه في خو بها كانت توينسه بون توينسه وي وي معناها كارو على الناس الكل كارو على الناس الكل ثم حاجه خايبه في التروفو فرات انا راها الحق نتاع ربي انه في النيمو نحن نحكي مع عباد معنا كي تتعامل مع ايجنت مع عندك لاجونت يعني تتعامل مع ايجنت كل في قبل ما نزيدو نقدمو ميسالش خلي بالك عبيد تسمع فينا تو في كرهبها كبار ولا ما يعرفوش معناها ستريمينغ ما يعرفوش معناها ايجنت اتسيتيرا كتنجم تفسر لنا البروسيس نتاع انك انت تبدا تستريمي تعمل كونترا يتلهي بيك لاجونت اتسيتيرا. تدخل مثال كيما انا في نيمو تي في دخلت نستريمي ديجا مستريمي قبل في تويتش عندي معناها كوميونيتي باهيه هزيت لهم قلت لهم راني نستريمي وفني برو بلاير مع ايكيبات هكا وهكا وهكا قلت لهم نحب نجي معناها هذه البلاتفورم نتاعك ونحب نستريمي فيها. قالوا لي ورينا ستاتس نتاعك وريت في ستاتس نتاعي قالوا لي عندك تيست كونترا نهاري حليت ما في نيمو نستريمي جاوي به عيط لاصحابي الكل عملنا ضحكه به تلموا العباد الكل كهو شوفوا ستاتس هذوكم لقاهم حاجه به. حكيت مع ايجنت نتاعي قالت لي سي بون جاوك بيه بعد كيكا شهر تنجم تخدم معنا بعثت لي كونترا صحت كونترا 3 سنين ووليت معاهم سي بون ولا هكا العبيد بلزومات نجم تفهم اللي هي خدمه وي كونترا اوفيسيال مع شركه فوالا معناها حاجه كيما اي خدمه اخرى معناها صحه كونترا وفيها معناها قداش تخدم من ساعه قداش من ساعه قداش كل شيء كل شيء سالير اتسيتيرا وكل بيتو حقوقك واجباتك بالضبط فوالا سيرين نرجعوا رابيدمون على الكارير نتاعك اون طونك ستريمر انه هو الجو اللي تحلم ولا تتمنى انك تختص فيه اون طونك ستريمر ولا صراحه مش مكتبوش على بعضنا خممت حبيت نلعب فالو ما تضحكوش عليا من بعد حبيت نلعب فالو حبيت نتعلم نشوف شكون معناها الاولاد هاي الاول كوتشويت حبيت ندخل نلعب ماما الوقت تحيي ريمايند كنت اسمع فينا ما هو قال نحب نبدا كارير نتاع كوتش في كوتش ريمايند ولد ايكيب تي ريمايند كان في بالك البلاصه اللي قاعد فيها انت غادي قلنا له ولد ايكيب انا قدر فرد بلاصه لا بصراحه فخر تونس ريمايند وشبيبه ديجا يريبريزونتيو فينا في الخارج الانترناسيونال بالرسمي حاجه واو للعباد اللي تسمع معناها شوفوا كيفاش الجيمينج ينجم يوصلك تمثل تونس لبرا يخليك تسافر يخليك بثلاثة شهور قديش يقعد بوتكام آخر هذا توا ثم 3 شهور ظهر فين قاعد يصير في تركيا انا الحق كي مشيت عندي كيكا شهرين مشيت بوتكام في تركيا قعدنا شهر غادي باش نحكيو فيه هزونا الغاديكا وبالرسمي اكسبيرينس طياره نحب نحكي جيمر حلم الحق معنا. ان شاء الله هالجيمرز يوصلوا لها تم بعد شويه اكسس باش نحكيو فيه بالقدي الموضوع دونك قلت لي تحب تختص في فالورنت هكا ولا ان طونك برو بلاير حبيتك محب عطان نشوفوا الكوتش عطان نشوفوا الكوتش قلت لي مش مشكله قلت لي نمشي نحكي مع تو المهم فلوسك حاضره جو كبير فلوسك المهبه نتاع نجاح سيرين لي زيد زيد خبيت راسك بي اسمعني نحكيو على الباركور نتاعك انت قد ايه عندك توا ستريمر خلينا نقول ستريمر عندي كيكا 4 سنين راضي على الباركور هذا في 4 سنين حسيت لي فما ايفولوشن الامكانيات اللي عندي حسب الامكانيات اللي عندي نوعا ما راضيه ما مش نعمل مخير ان شاء الله وحسب رايك كيفاش نجم تزيد تكبر الكوميونيتي نتاعك خدمه باهيه خدمه تجيب العباد كونتنت يجيب العباد نحكيو على كاليتي نتاع كونتنيو كاليتي اي صحيح كاليتي نتاع كونتنيو كاليتي نتاع ستريم زيد كومي وسي والمواظبه زيده ولا انك بونكتويل تبدا عندك توا قاعد نراينا في ستريمرز ما يختصش في جو كهو
تلقاه يلعب في بوكو جو باش هاوكا سي سي معناها مش ما نقولوش على 4 ولا 5 جو تلقاه جي تي ا تلقاه فيفا تلقاه يلعب حاجه اف بي المتفرج فوالا باش يجيبهم كيما التلفزه باش تفرج في برنامج بركه في التلفزه 24 على 24 يبدل التلفزه فاهم برشا تحبوا تتفرجوا باش نتفرجوا في بينك تاي خويا نعملوا تشالنج ستريم 24 ساعه اش قالكم البينك تاي اي نعاودوا نجيبوا انا بارتون انا بارتون ايمن جبراني كي ايريكسيس 21 سنه 22 سنه عندي عندي اخر مره جيني 21 كبرت سي بون دونك تقرا توا انجينيوري اي هكا ولي دونك ستريمر برو بلاير كيف كيف مختص في لعبه فالورنت انت توا مع النصر اي سبورتس وي اخر مره ديجا جيتك وقتها قلت لما حاجه قاعده تطيب قاعده تطيب اللي هي النصر وراني ما نزومش نقول وهي في الاخر طلعت النصر احكي لنا على الفريق هذا ساعه من بليد من الامارات الفريق هذا بي كيفاش صار الكونتاكت كونتاكت كنت قاعد بالضبط وقتها باش نحكي لك بار ديتايز هذا وقتها عندنا ستريم تيست كونترا نتاع ماتريكس نقدم له التحيه ماتريكس وقتها عنده تيست كونترا نتاعو انا قاعده تيس وانا باش نسخن معاهم الكل ضحكه وكل جاني ام تي زي اللي هو ولدي كيبتي قال لي فيني ريكسوس قال لي اجا حاجتي بيك ديسكورد مشيت مع الديسكورد فما واحد ما نعرفوش معاهم فني هو يموفي في وانا قاعد نرجع معاه هو يموفي وانا قاعد نرجع معاه في الاخر قال لي انت زيد برا احكي معاه راه ذاك المانجر نتاع النصر قلت له يعني هابط هبط قعد نحكي معاه قال لي ايمن جبران قلت له بدي نعرف فني بروحي معناها بالكدا قال لي السيد طلع عنده معناها ما ياخذ اللي يعرف دارنا وين كل شيء فهمني يعرف كل شيء ستولكر فهمت اف بي اي صحيح قعدت كنزن فين نحاول نعرفه حاجه ما يعرفهمش طلع يعرف كل شيء ملي قلت له جاوك به كيفاش تو دينا نحكي وقال لي راهو عندنا ايكيبا جديده خاطر الايكيبا نتاعهم مشات الفالكون زوما قال لي حاجتنا بايكيبا جديده قال لي وراه معناها رينيك في اللي تورنوا القدم عملت حاجه باهيه الكل بوركوا با معناها تدخل معنا قلت له على الراس والعين على الراس والعين وازي قلت له يلا بيه دونك نذكر انت تو مع ناصر اي سبورت ان طونك فالورنت بلاير اوكي كيفاش قاعدين تعيشوا فيها سيزون سنه 2022 لعبنا الفيريل الاولى جينا توب 5 وقت ايكيبا تسمى جديده وصارت لنا كي دراما شويه انا جورت بانا خاطر ديوم تاعو شيتي وكل شيء صارت لنا دراما صغيره معناتها كنت تنجم تفسر معنا الساده المستمعين شيتي ايش معناه شيتي هاي عنده ديوم تاعو هو اللي لانسي معاه ماهوش هو اللي لانسي معاه معناها كيما نحن نقولوا يغزر العباد من وراء الحيط فهمت فازت هكاك افونتاج عنده افونتاج على الزنمي نتاعو كاهو يا اخي الريو تفقت بيه وحتى معنا الجوار خاطر وصل توب 1 معنا مونديال في الاوروب وصل توب 1 في الاوروب سامحني كي وصل توب 1 معنا الريو قالت ما تحب ولا تكره ريوت باش تولي تغزر لك معناها تحب ولا تكره وصلت عليك صحيت وصلت توب 1 في سيرفر اوروبا كامله الريوت معناها باش تبى تما حاجه هكا ولا هكا كيفيقوا بصاحبه معناها شيتي كلي هو بان 6 موا بان 6 في جرة السيده وي وي دونك ليكيب نتاعو فني اضطرت انها تخرجوا به ننطلقوا احنا زين عندنا اسئله عندنا ساعه و20 دقيقه اخرين نحب نحكي في اللي تحب جزاء فما برشا حاجات اخرين تو خلينا نتعديوا احنا التشالنج جوتيتوا بعضكم انتوا اول تشالنج مباراه شايفه مباراه ناريه ابارمون باش نلعب بالكونت محلول اي الكونت هذيك فوالا العب بالكونت هذيك دونك الشباب انا نذكركم العباد اللي قاعده تسمع فينا في الراديو تنجموا تلتحقوا بينا اون ستريمينغ على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام كيف كيف ميديا تالنتس هب تو باش نلعبوا اون لايف في بلاتو البينك تايح طرح فالورنت لعبة اف بي اس ما بين ريكسوس وما بين سيرينا توت سويت نتعدي ولي تشالنج The challenge fight Valorant بتاتا في التعليق لا من غير حيالة لنا نلقاو ريكسوس بشي بيكي بشي اختار ديوليست بشي يلعب ريز معروفة بالبومبوت متاحة والبومز اللي طايشهم لان نستناو في الانيسة تختار الايجنت متاحة فوالا احنا بتاتا خلنا نذكروا زيادة العبيد احنا تاو في البينك تايح قاعدين نلعبوا في لعبة اسمها فالورنت لعبة باش نلعبوها بيست اوف فايف هكا بيست اوف فايف باش نلعبوها 1v1 ريكسوس فيرسز سيرينا شبيك يا سيرينا غير ما تبكي حتيني انا باش تختار نيون على كل حطوه هو
باش ما يضرش الشيء يعني. لا 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 ماش بشي حال ديكسيس مش حال سنون بانيه لوح اسمع اسمعني روح بانيه انا روح روح رياضيه اسمع اسمع من تو من تو اللي يسمعوا فينا راني مش كونت بتاعي مش بارامتر بتاعي وحق البارامتر بتاعي اي بارامتر بتاعك مثل اليوم عندها تشالنج بتتبتي مش تدخل بعضها It's for fun, it's for fun. ريكسيوس خويا ما تحطش سيزيام حط روازيام قبل شوي شوي. لأن ما بدلت شيء ما كسي والكيو. ليه نورمال ما بدل شيء. لأن الماب متاعنا ايسنت الشباب التسعة 41 دقيقة توت سويت قاعدين نتفرجوا في طرح فالورنت ما بين سيرينا ما بين ريكسيوس باتاتا باش يكون في التعليق الكرة عندك كريم. لأن الجيم متاعنا باش تكون في الماب ايسنت ماب العادة والعوايد. اللعبة في الميد معناها في الوسط نتاع الماب ريدي لان البلايرز قاعدين يختاروا في الويبنز تاعهم ويشارجيو في الابيليتي تاعهم على فكره تنجم تشري كل شيء راهو اسمعني نلعب بويبن نختاروا ويبن نلعبوا بيه ولا كل اللي تحب اللي تحب تحبوا هما هما شنو تحبوا كل مره نختار ويبن اي مواد سلاحيه برا باه نبداو بالشريف شريف شريف نبداو بالشريف يلا لان باش نكزيجيو شريف نلعبها ميد الروندا وهني اي العبيد اللي تسمع فينا ما تتفاجعوش صوت الكرتوش ماهوش صوت كرتوش بالحق هذا صوت كرتوش لعبة في لعبة التحقوا بينا في اللايف ستريمينغ نتاعنا على اللي باج فيسبوك نتاعنا ميديا تالنتس هاب وغاديو اي اف ام باتاتا الكره عندك لنا نلقاو فريق من عند ريكسيوس يدمج 95 الانسه فراغ ويهزها يهزها بومب يهزها بومب لأنه يظهر لي الانسة عندها مشكلة مع الدي بي متاع السوري مش من السوري من الخي سنسيتيفيتي متاع من الجيم الجيم تفريزي لا 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 رزينة على الاخرى كان هذاك عايش فينا قعد هوني انا نلعب بعد مسيرش انا حتى الفريزي باش نربك لنا نلقاو روح رياضية من اليونيكس وي وي خليك في الكاست عايش خويا تمت الروح الرياضية كملوا بشريفة مريقل يلا بدلو عاد بدلو برا فندالة بولدوك بولدوك عندك بولدوك كورة باتاتا بولدوك الجو لنا باش نلعبوا بولدوك قوتو في الايم لعبة في الميد كالعادة قوتو في البرست عاد البرست يبيه شكون باش يبيك على صاحبه الاول ريكسيوس خايفة لي دو 100% اش بي كارتوش يخيط من عند ريكسيوس وتتهز تتهز تتهز الانسه تتهز بفراغيت وهيت شوت لان كانت لعبه نظيفه على الاخر من ريكسيوس اي كانت الم عادي عادي انا باش نتوي توا نلعبوا اوبريتور ريكسيوس نلعبوا سوري اوبريتور انا المشكله فيش راني مونتروار ميسيرس باش تكون اللعبه فير كيفاش تزوم زومي بس سكرول سكرول احكي احكي في احكي في المايك لنا درايس مدخلها بعدها بارامو متقلب تحبش نلعب نو سكوب هكاك تكون فير على الاخر اش قلت العب انت نو سكوب وهي تلعب بسكوب جاونا بيه جاونا بيه وي بلاي انا اي بلاي فور فان سو تبدا اللعبه في الميد كالعاده تضيع الانسه الكرتوشه خللها لنا نلقاو ريكسيوس قاعد ينكس يستعمل في الساتشول نتاع ريز ويهزها نو سكوب يهزها نو سكوب 3-0 لصالح ريكسيوس شكون باش يربح الطرح نتاعنا اليوم شكون باش يتعادل خليها بيست اوف 7 برا بيست اوف 7 شكون باش يتعادل الفينال شنو السلاح تاع شنو السلاح تاع شنو تحب توا نهزو توا شي مارشال مارشال نو سكوب نلعبوها الزوز يلا ليتس جو سكوب نو سكوب سكوب ويدرايا عرفش نحي الوقت برجل بيكي حاجة من منزوميش بها صراحة باهي ملا هز هزو غوست هزو سكوب هزو غوست برا غوست خلينا نستغل الوقت مادام مازالو زوز ثواني ثلاثة ثواني شباب اللي تسمعوا فينا سور انتين التحقوا بينا على الباج فيسبوك نتاعنا غادي اف ام وميديا تالنتس هاب قاعدين نلعبوا في طرح لايف هوني في المباشر في بلاتو البينك طايح التحقوا بينا اكتشفوا لعبة فالورنت اكتشفوا فيش قاعدة تتلعب اكتشفوا لي شامبيون اللي حاضرين معانا اليوم واكتشفوا زاد سيرينا لأن الروندا اللي فاتت عملت إنجاز الأنسة دمجت ريكسيوس 60 أما مالوريزمون ماتت لأن باش نخطأ نلعبوا جادج جادج نلعبوا جادج معنا كلوز رينج لازم هاي أي كلوز رينج من قريب من تعبوا ويس من تعبوا هاي تلم في تبشي ذالي مروحة الأنسة لمسنا لمسنا مش تجبد الشيط هذي ماتش بوينت ليه بش لبسنا المرأي ماتش بوينت ماتش بوينت وي 4-0 فرحك رب ماهوش قالون ريكسيوس اللي لاحظته ما عندوش الرحمه ليه حسيتو ما عندوش ليه هو وين يدور زعما تعملها ولا ليه
لان نلقاوها اللي هي بلايندات روحها بالفجعه هذه حاجه صعيبه راها كل يوم ويربح ريكسوس الطرح معنا جي جي ريكسوس تو ذا فاينل ريكسوس يتعدى للفينال انا نستنى فيك الفينال بنصب ريكسوس يتعدى للفينال انا جايك جايك اليوم بالذمه قبل ريكسوس تورنواي في الفله اسمعني تحب نلعبوه طرح ومن بعد ساعه ثانيه نتعديو للاسئله نبداو الطرح تو نورمال مود رايس انه وينيكس يلا رايس فيرسز رينيكس لو طون انتم حضرتوا اموركم الاولاد نتعديو فاصل قصير وهنا راجعين ما تبعدوش انتم تسمعوا في البينك تايح مع فرة تحميدة على EFM و MTH Sports شباب انتم تسمعوا تتفرجوا في البينك تايح على EFM و MTH Sports الفيناليست متاعنا الأولين هو ريكسوس نتعدي وتتسويت للطرح ما بين درايسن وينيكس فيش قاعدين تعمل البارامتر ركحوا في البارامتر بارامتر في السرعة حاجة مهمة رذيبش نتعدي رايسن نتعدي وشباب تتسويت احنا للتشالنج The challenge fight لونيكس versus درايسن قولونا انتم شكون تشجعوا هوني في البينك تايح الطرح باش يبدا توا بتاتا الكره عندك ما تتفاجعوش اللي قاعدين تسمعوا فينا في الراديو في كرهابكم رانا قاعدين نلعبوا في لعبه ماهوش صوت كرتوش بالحق هذا صوت كرتوش في لعبه اسمها فالورنت كان تحبوا تزيدوا تكتشفوا تاخذوا اكثر تفاصيل على اللعبه هذه على لي شامبيون نتاعها كيفاش تتلعب شنو هما الاسلحه اللي نستعملوهم في الجو هذايا لي تكنيك اتسيتيرا نخليكم توا مع المعلق نتاعنا الكاستر نتاعنا كريم عبيدي اي كي اي بتاتا لنا لاحظوا انهم باش يقعدوا يلعبوا بنفس لي زاجون اللي لعبوا بهم في الطرح اللي فات لينكس بنيون شنو هو درايسن بريز نلانسيو الروندا بالكلاسيك كلاسيك اوكي يلا بتاتا شنو تكهونيتكم ريكسوس نبدا بيك تصور باش نمشي لعمي درايس درايسون درايس سيرينا كلاسيك قلنا كلاسيك اي ديما ميدر ديما ميدر قرب له بربي هكا الميكرو اوكي مو يدي خاطر معرضه مالا اوكي مالا بعد الميكرو جمله من غير ما تحكي لنا بديت الرونده بديت الرونده ميد كالعاده في الماب تاعنا ايسنت لعبه بالكلاسيك دخلنا الكلاسيك خاطر من لونج رينج صعيب شوي لازمهم تكون كلوز انكاونتر بينات البلايرز الزوز لنا اليونيكس قاعد يدمج 93 اليونيكس 63 اليونيكس درايسن 34 ويهز درايسن يونيكس يهز درايسن يونيكس 34 يونيكس 34 اتش بي شويه قبل كي نوتو يلا توا نلعبوا غارديان نلعبوا غارديان فيش قاعد فوالا قاعد يختار في شيلد لا انا جون غير ركع في السيتينغ حتى ولا حتى مازال قاعد نركع بون شباب انتم اللي قاعدين تتفرجوا فينا حطوا لنا كومنتير شكون تشجعوا درايسن ولا لونيكس شجعوا الكينغ شكون الكينغ هوني ريكسوس والله هو انا راه والله قاعد نشوف فيه بالسي خليهم يسالوا تروح بدي لعبه غارديان لونج رينج ويبن فسر لنا بتاتا من غير معناها الاسلحه هذوما من يتلعبوا من لونيكس لونيكس هاز درايسن اي وي لونيكس يجيب بيست اوف 5 شكون يهز الطرح اون فيت اللونج رينج هما الاسلحه اللي تنجم تضرب بهم من بعيد والكلوز رينج هما الاسلحه اللي تنجم معناها ما تنجم تضرب بهم كان من قريب كيما الجادج شنو السلاح باللي قصيت عليك الشوت جان اون جينيرال الشوت جان شنو السلاح تاعو نايف لي خليه في الاخر يبدا طرح سريع خليه في الاخر هاي ولا مارشال لا يبارا بيه مارشال سون فيز مارشال سون فيز انا نصور درايسون الحق ربي اكسبيريونس درايسون لا ويلو درايسون او درايسون درايسون لعب على الفينيكس طرح سخون شبيه طرح سخون ياسر ايش تحكي لينيكس ايش تحكي بينا ريد ريد يا درايسون ريد درايسون نحطوا سقينا على القاع صاحبي لا تاكلها تو بين عينيك نحكيو في الجيم نحكيو في الجيم بطبيعة الحال توا باش نلعبوا فانتوم يلا باتات ايزي ويبنز الفانتوم والفانتوم نحاول نغزر الاكران خاطرها بعيدة شوية خلينا قاسي شوية اللي قاسي مش باه درايسن هذاك يغزر ديما البعيد هذاك
لنا ساتشل من عند دريس انا برامو في اليها ولا قاعد يترولي سيد اي ترولي اي فيك لعبة ايزي برشا فهمت اليونيكس حاتت في قلبه فما شوية كرتوش اترافيرو يهز درايسن اليونيكس 3-1 لصالح درايسن 3-1 سبق سبق ال سبق درايسن وبعديك سبق العدو توا نلعبوا باكي نلعبوا باكي باي انا جو بروفيت باتاتا خلنا نستعد على العبيد تجي تكتشف جو هذا تو تلقانا اون لايف ستريمينغ هوني في بلاتو البينك تاعك قاعدين نلعبوا في اتراح اون لايف دونك التحقوا بينا على الباج فيسبوك تاعنا راديو اف ام وميديا تالنتس هاب ام تي اش تلقاونا كيف كيف في تويتش البينك تاعك تلقاونا زيدا اون لايف على يوتيوب اي اف ام تي في باتاتا لنا اولت لا مش اولت هنا سبيد سايبها لونيكس اللعبة بشوتجان كلوس رينج أربعة ويهز درايسن يهز درايسن لونيكس أربعة واحد صالح درايسن مش قاعد يشكي في أرمي صراحة درايسن حسيته يتراي هاردي هكا بكريكا ليبو العرق تحسه متواضع برشا هو تو منش قاعد يشري في أرمير صحيح وي 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 لزنفون أولينا دزنفون أوكي أوكي بيه برشا بيه أسمع رو عنده عين يا لطيف عين دوك أسمعني أنا تو أسمعني ولي راني أنا انتقم بالفاندال راني باركة سيدي باتاتا برا بيه باتاتا تو احنا 4-1 4-1 انت كهونيتك كنت لشكون انا محايد خويا كاستر ما كاستر محايد ما انكهنش لهنا بيني او ما يسمع فينا حتى حد الراو في فلسطين مع اندريسن راو ساتشل فهم شي فهم شي يظهر لي سبق دريسن وبعديك اقتلوا ماشي صحيحه انا راني سايب تلعب كيف فاندار ماشي صحيحه من هكا وميسيل بيه ناخذ بخاطر اما اش عملنا في طرح النايف عاد لا تو 4-2 معاش فيها نايف بين نخلطوا 4-4 نلعب نايف برشا لو نقول 4-4 صعيب برشا ليه صاروا صارت ريمونتادا كبيره هوني في البينك تاعك تذكر باتاتا اي برشا ريمونتادات برشا 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 عند شكون ريمونتادا اليوم انا نقول الريمونتادا بون والله ماشيه في اليونيكس يلا ليه بلا فريستايل درايسن وقت درايسن صدق ماشي في ريمونتادا ابارامون اليونيكس 3 درايسن 4 لان نلقاو اليونيكس كان 1-4 ولا 3-4 ماشي صحيحه اسكو تصير 4-4 يعني حاجه قريبه برشا يعني نستنى من اليونيكس لان 4-4 ان شاء الله نلقاو بركه باش يمشي تروح نايف درايسن من بكري كيترولي تو حسيناه تغش شوية درايسن عنده ما يعمل درايسن لازمو يرجع في الترع خويا درايسن خاب مازالت له روندا يربح هو كان يربح الروندا هذي فيناليست مع ريكسوس يلا شباب زعما مثال نو بريشر اي 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 زعما يعملها ساتشل من عند درايسن ويربح درايسن الترح 5-3 صالح درايسن نكملوا الروندا كيما نحبوا اسمع ميسيلش هو فيه ترح ربح درايسن اما ترح النايف خلينا نلعبوها نلعبوا ترح النايف على الجو يا انا باقي نقول درايسن راه مش عارف علي لنا اكسكلوزيف نعرفوا بالعلاقه اللي بينات ريكسوس ودرايسن علاقه صديقه خدموا مع بعضهم برشا هذا ما يمنعش هذا ما يمنعش هذا دوبل فيكتوار هذا دوبل فيكتوار لان اللي فيناليست نتاعنا ريكسوس ودرايسن وفما طرح بعد الفينال باش نلعبوا انا والانسه قتلوا ايلو تنشوفوا لو ايلو شنو يعملوا بيش شنو التكهنيت نتاعكم انتوما للفينال خليني نبدا بك انت باتاتا مثيل شويكش معايد للفينال انا برجوليا حسب الجيم بلاي اللي ريتو اما موك تعرف توا راهو هوني ما نعرفش ما نعرف اسمعني ما نعرف حتى شيء انا اخر مره لعبتك هيك انا نقول تمشي مع تمشي مع ليه مازلنا مش نلعبوا توا تو راح مش نلعبوا في ساعه ثانيه الاولاد ما كانوا تحبوا تبداوا تسخنوا لونيكس تصريحاتك خويا
ما بعد المباراة؟ أنا نتصور بصراحة فريكسيوس. ريكسيوس 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 خبره مصر ودودي صحيح صحيح مصر سبورتس خويا هو كاستر ويعرف فين يتفرج ويعرف ودي بلاسمونيت واحد المره اللي فاتت احنا كي جينا ما حكيناش على الكاستين جمله ما حكيناش لا معناها بالحق مو فيش اذا جا حاجه من بعد ما حكينا ديجا ديك صارت بعد ما حكينا صارت ان شاء الله من بعد باش نزيدو نتعمقوا عنا باش تحكي لنا على السيرفر اي حكينا على السيرفر تونيزيان اندر جراوند فما سيزون جديده قاعده تطيب لي سيزون 12 هكا ولا سيزون 12 اسمها جي 2.0 بون مازال ما حددناش الاسم بالضبط مي سيزون رقم 12 لا 13 سامحني 13 سيزون رقم 13 رقم 13 وي باهي زيد شويه باش نحكيو باكثر تفاصيل قلت لي فما ستريمرز وبلايرز قدم باش يلتحقوا بالسيرفر هذا ان شاء الله اخويا تعطينا سكوبيت اليوم انه هذيك برشا صراحه خاطر بون خلي من بعد نحكيو بار ديتاي اكثر واضح واضح يعطيك الف صحه دونك خلينا نعاود نلخص انا دونك تروح الاول ما بين سيرينا وما بين لونيكس انتصر لونيكس تروح الثاني ما بين درايسون ليه عاد قلبت انا ما بين ريكسيوس وسيرينا ربح ريكسيوس تروح الثاني ما بين درايسون وما بين لونيكس ربح درايسون درايسون لعب برشا فري ستايل لعب برشا بليده هكا ولا بطاطا وي وي لعبها بصراحه ترول على الاخر نتاع خلينا نفهموا للساده المستمعين شنو هي الترول الترول انا كي تبدا تلعب تفرق فيهم تبدا يفرق فيهم ما تغش راهو لونيكس لا ولا ليه رجع لي لي اسمع انا رافي روح رياضيه لا لا روح رياضيه تغش دون لو سونس او حط في قلبك اللي قال اي بيان سور اي واحد كنت لعبه 4-1 4-1 كنت لعبه 4-1 وليت لعبه 4-3 من بعد كوم بيست اوف 5 5-4 وفيت تروح عند درايسون دونك هكا نكون وصلنا للتسعه و59 دقيقه اللي تسمع فينا في الغديو نخليكم مع اخبار العشره مع هيفا تويتي زيد شويه في ساعتنا الثانيه باش تتلعب الفينال البينك فالورنت تشامبيونشيب ما بين ريكسوس وما بين درايسون وطرح البونوس وطرح البونوس مازلنا باش نلعبوا برشا تراحوا اخرين برشا جو اليوم الفينال عنا زاده باش نحكيو على السيرفر على سيزون 13 نتاع اندر جراوند سيرفر نتاع جي تي ا دونك لكن قبل شباب نخليكم مع بيستوف في الحلقات اللي فاتوا من البينك تايح ما تبعدوش طاح 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 واو يا البينك تايح يا برو انتم تسمعون في البينك تايح مع فرة حميدة على اي اف ام وام تي اش سبورتس